رجل كبير في السن ليس بجانب بيته مسجد جامع قريب، وفي يوم الجمعة لا يستطيع الذهاب من المنزل لأداء الصلاة بسبب البعد، ولأنه لا يعرف قيادة السيارة وليس له سائق، والمسجد بعيد جدا لا يستطيع الذهاب إليه لكبر سنه، فهل له أن يصلي في المنزل أم ماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالأصل وجوب الذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة والجماعة على كل مسلم فرض عين مهما أمكن ذلك، ومن لم يستطع فإنه يصلي في بيته، وذلك مثل ما ذكر هذا السائل من حالته وأنه كبير السن ويشق عليه المشي والمسجد بعيد عنه، فهذا معذور في أن يصلي في بيته، لكن يصليها ظهرا 4 ركعات ولا يصليها جمعة. وإذا تيسر له من يذهب به إلى المسجد فإنه يجب عليه ذلك مهما أمكن. نعم.